بعد حملة طريف بن مالك، موسى بن نصير أرسل إلى طارق بن زياد أنه يعبر إلى بلاد الأندلس، وأعلمه طارق بن زياد بما حدث من اتفاق بينه وبين يوليان حاكم ميناء سبت. بالفعل بدأت الجنود وفي سفن يوليان للعبور لهذا المضيق الذي سمي بعد ذلك بمضيق جبل طارق وإلى الآن. فعبر هو ب7000 جندي غالبهم من البربر، وهذا هو العجيب، غالبهم من البربر من سكان الشمال الإفريقي. وأنا بينت قبل ذلك من الذي أطلق عليهم اسم البربر، بينت في الحلقة الأولى والثانية. فعبر ب7000 جندي غالبهم من البربر، إلا قلة قليلة من الجنود العرب. فعبر بهؤلاء في شعبان في العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم